أول شيء بشكر حمدي على الإنقاذ اللي أنقذني إياه اليوم. كان صعب عندي أن أختار صوت وعندي أحد يعني عزيز على قلبي طلع من الفريق. هالأسبوع بيكون قدام نور ونور تحدي، لازم أقتنع يعني يبتدون يقنعوني مين فيهم الأجدر اللي راح تقعد في البرنامج. فذي أر لكي أو المحظوظين أن عندهم أسبوع يثبتون، وأنا محظوظ كمان عندي وقت أن أكون أعرف أختار مين منهم، لأن بصراحة الثنتين كل واحدة عندها الزود مثل ما نقول إحنا، ثنتين شاطرات وفنانين، كان جدا صعب علي أختار.